For the bridge. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكم في ملعب ستامفورد بريدج هنا في فولام رود، الملعب الذي بني الشامبيونز ليج انطلاقا بصافرة القائد التركي شاكير ميسي. 8 مباريات من غير ما سجل هدف في كورتوا، وتشيلسي يلعب كرة طويلة مع هكذا عودت قمة تشيلسي وبارسا وحطالو. يا الله الله يا إيدن، إذا هذا منور تشيلسي باش ينور، إذا هذا منور البلوز باش ينور. كرة ممتازة من كرة لفريق تشيلسي، يلعب الكرة فابريغاس، كرة بالراس ترجع لاختصار، أمنه إيتو يمشي بالكرة نيجيري خطيرة ويليان، وكرة كورنر ركنية أولى في المباراة، كورنر لوتين اثنين وجول توريس، وكرة بالراس روديجر، ضاعت الكرة، ضاعت المحاولة من روديجر. يبقى سكور 0-0. 5 مرسي يلعب بالنار تير شتيغن، يمشي بالكرة عرضية خطيرة وصعبة جدا، ولكن كريستنس كرة ترجع ملاعب خشين، يهرب عزار حط الكرة، ما زالت ايدن، ايدن جابها اضرب، لم يضرب وفاء لمسة يد، نعم زفر يا تركي. ميسي يمشي ليونيل وسع كرة خطيرة، جول، ضاعت ضاعت الكرة عن طريق الوحش باولينو، يتمركز كانه راس حربة. ممتاز جدا القادمون من خلف، احسن من يطبقها من متروزاريو، حاط الكرة ممتازة، جات بالراس روديغر يضرب البيستول لبرشلونة، يلعب ليونيل ميسي، ليونيل ميسي يعطي باس ولكن بعيدة. هذا النقطة الرئيسية اللي حتى في استراتيجية إدارة المباراة حاليا، لا البارسا كان في دوري 16، اثنين منهم مضمونين في البيج 8، السيتي والليفربول، توتنهام راجع بنتيجه ايجابيه من توبليو، تحت الكره راكيتيتش خطيره جدا، فرصه وبدايه 2009، ليو جول ليو جول ليو ميسي ليونيل، ضاعت الكره ضاعت الكره، وكم كانت قريبه يا البولجا، كم كانت كره عن طريق سيرجي روبرتو، روبرتو الدفاع بالنسبه للبارسا والانديه الانجليزيه، بالنسبه لتشيلسي كورتوا موجود، كويتا كانتي ترجع الكرة بكلو، حاط الكرة ويليان شق الجدار، هز على اليسار، ما تبيحش الآن، لا تسقط الآن، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط، يختفى ويليان، تمشي كرة، كرة ممتازة والحارس اشتغل، كرة ماركوس ألونسو والتير اشتغل الألمان، كرة من ليو، يمشي ليو، ليو جابها للدفاع، ويليان، ويليان مش حط تاني، ويليان مش حط تاني، ويليان حط تاني، ولكن قائم قال لا، يا ويليان هات نبوسوك، يا ويليان هات نعنقوك، يا ويليان على الأعناق نهزوك، هكذا قالت تشيلسوية، يا معلم يا كبير، يا معلم يا معلم يا معلم، ملا الكرة، شمر على السواعد، ميسي يرجع، ميسي يمشي، ميسي والدفاع يمشي والهربة خطيرة، هي وفيكتور موسيس ركنية، ركنية لبرشلونة. البرسا لا ينسى واجبات الهجوم، لا ينسى بند الهجوم في دستور كرة القدم في بري، الكرة الثانية خطيرة، الراسية من جيرار، العنوان الأول لكرة برشلونة، ما قلته أولا، النوايا، إنما العمل بالنوايا، وهذه كرة، شوف الراسية، شوف الإضاعة، يمشي بالكرة، فابريغاس عز الكرة وقفها يا سحار.